بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة هذا المتن المبارك، مقدمة القواعد الأربع. عمل أيها المبعيد أخطري قاعدة الأرباق المقنينة، ذكرنا فيه أن الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. عمل الدرس كتاب ما تستغسنا أخطري أولياء الرحمن، يعني الله كولي وشيطان وغيما، كيف فرق مستجب أولياء؟ وذكرنا أسباب السعادة، سعادة حصل مشكلة قادم كيهون كيف نعمل في السراء شاكر، يعني مصيبة على ما الله الله فرقش فيها، وفي الضراء صعب قشتما صادقا، وعند المعصية مستغفر الله وقلنا أن النعمة ابتلاء امتحان اختبار، تنجح في الاختبار بأن تتعلق بالله لا بغيره قبل أن تأتي النعمة. وبعد أن تأتي النعمة قلنا تشكرها بالقلب واللسان والجوارح. النعمة أيضا قلنا أن الناس عند الابتلاء منهم من يتسخط يعترض على القضاء والقدر بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. نعم طيب، وقلنا الإشكال، كل الإشكال في أن الإنسان يذنب ولا يستغفر. نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني، لماذا ندرس التوحيد؟ أهمية التوحيد وخطر الشرك. رئيس كتاب يس بيسه ما يس بيسه برضه عم بيقول سوكي توجد تو أهمية كيو رشيب ويعني غمبيت ماكين. من يصيد الأسماك ماذا يصنع؟ يضع الشباك حتى يصطاد منها الأسماك. دوسة ما شو سكان في دوسة وده كيو دوسة وده جالي يعني ده ما صار يبغون ولا يجالي كان. الشيطان يضع لنا شباك وهي شباك الشرك حتى يوقع الناس في الشرك الأكبر. كسرني الشيطان عمرو عمي لقي. فلا بد أن نحذر من الشرك، نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه. نعم، ونحذر أن يدخل شيء من الشرك في العبادة، لأن العبادة إذا دخلها الشرك أصبحت فاسدة باطلة. لوجهك يعني شرك بطيء وسيار هو أهم إبادة برومة شرك لا يبدأ كله. كنا ما نجدي كل إبادة بس غاية بني تلو إبادة برمادة حاسد. أنت عندما تصلي الآن دفتك تبي يدي نوات برمادة. تحرص في الصلاة لا يخرج منك ريح، لأن لو خرج منك ريح أصبحت الصلاة باطلة. نعم، لا تنتقد الروح. Jadi tapi nawait mandi mana tapi khusyuk khusyuk kita tapi nawait awal dan diskus. Kita nawait awal diskus sih nawait wujud dancer nawait batin. Dan wudhu itu antakal asyhad asyara batin. Kita nawait wujud tulis khusyuk sih nawait wudhu guru. Fama balak bil syirka, syirk yuhibbu al a'mal, yahrika. Ya anda kalau kamu kata syirk, kita mana syirk kita sebagai mani mani itu sebagai kalam, yani oleh barat kalam. Ina labut أن نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه. إذا لازم نسمع الشرك بعد جانو، الشرك ما قال له. ونتعلم التوحيد حتى نحقق التوحيد ونعمل به. والتوحيد لا توحيد ما يشمل بعد جانو وبعد ما جانو تسلي برهم. هذا هو القسم الثاني، أهمية التوحيد وخطر الشرك. إيه إيش كتاب النصوص؟ والله أعلم. الله سبحانه.